السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله في نشرة الأخبار الأخيرة لهذه الليلة من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين. تعزيزا للاشتراكات الدولية، وزير الاقتصاد يختتم مشاركته في اختتام وزراء التنمية لمجموعة العشرين بالبرازيل. لمساعدة الأطباء في تشخيص الأشعة، سدايا وكاوس يطلقان نموذجا لغويا باستخدام الذكاء الاصطناعي. وبانتظار النتائج النهائية، متسابقو أولمبياد الكيمياء الدولي ينهون الاختبارات العملية والنظرية. تفاصيل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. بحث وزير المالية محمد الجدعان مع وزير النقل وزير المالية الثاني السنغافوري السيد شي هونغ تات العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيزها فيما يتعلق بالقطاعات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والسنغافورة. كما بحث الجدعان مع وزير المالية المصرية السيد أحمد كوجك سبل تعزيز العلاقات الثنائية المالية والاقتصادية بين المملكة ومصر، وناقش عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى أيضا الجدعان برئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية السيد إيلان جولدوفاغن، وناقش سبل تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم البلدان النامية. ونبقى في البرازيل، حيث اختتم وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل إبراهيم مشاركته في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين. تناولت الجلسات معالجة التحديات العالمية المستدامة والتركيز على قضايا المساواة في الرعاية الصحية والتعليم وأهمية ضمان الوصول إلى المياه، إضافة إلى تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه والتأكيد على ضرورة تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات الاجتماعية. بحث وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل إبراهيم مع وزيرة التخطيط والتنمية المصرية رانيا المشاط أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين. تشارك وزارة الثقافة في الدورة 38 من مهرجان جرش للثقافة والفنون 2014، والذي تحتضنه المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يستمر حتى 3 أغسطس بمدينة جرش التاريخية. وتقدم الوزارة في المهرجان عبر 3 هيئات ثقافية باقة من الفعاليات الثقافية التي تعكس ما تزخر به المملكة من تنوع ثقافي وفني متوارث من الآباء والأجداد، حيث تشارك هيئة المسرح والفنون الأدائية بفرق فنية أدائية من عدة مناطق سعودية. ستقدم فنون الهجين والدحة والسامري والخماري والربش على مسرح الساحة الرئيسة للمهرجان. اختتمت في العاصمة البريطانية لندن فعالية معرض فارنبرا الدولي للطيران، حيث شاركت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المعرض لتعزيز الشراكات العالمية وتبادل الخبرات، كما استعرضت إمكانات قطاعات الصناعة العسكرية والدفاعية السعودية ضمن دورها الاستراتيجي في توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن بدء تطبيق مرحلة الربط والتكامل على المجموعة 14 المختارة في الفوترة الإلكترونية مطلع فبراير من العام المقبل. وتشمل المجموعة المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 5 ملايين ريال خلال العامين الماضيين.
وأضافت الهيئة أنه سيتم إشعار بقية المنشآت غير المختارة ضمن المجموعات للبدء بتطبيق المرحلة الثانية قبل 6 أشهر على الأقل. تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت جولة الامتياز التجاري أغسطس المقبل بمشاركة عدد من الجهات الداعمة وعدد من الخبراء والمختصين. وتستهدف الجولة في مرحلتها الأولى 5 مدن ومحافظات خلال العام الحالي، تشمل محافظة الخبر ومدينة أبها ومنطقتي القصيم وحائل، مختتمة بمحافظة جدة. وتهدف الجولة إلى زيادة الوعي والثقافة عن الامتياز التجاري لتحفيز التوسع والاستثمار. أنهى متسابقو أولمبياد الكيمياء الدولي اختبارات المرحلة الثانية والأخيرة من منافسات الأولمبياد الذي تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة بالرياض في نسخته 56 بإجرائهم للاختبار النظري. واستمر الاختبار النظري الكتابي الخاص بالأولمبياد لمدة 5 ساعات في قاعات جامعة الملك سعود بإشراف 260 متخصصا عالميا في مجال الكيمياء، حيث من المقرر أن تحسم النتائج النهائية للمنافسات في آخر اجتماع ينعقد مساء يوم 28 من يوليو الجاري. أطلق مركز التميز المشترك لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي في سدايا وكاوست نموذجا لغويا ضخما متعدد الوسائط يساعد الأطباء في تشخيص الأشعة الطبية بسرعة ودقة عاليتين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويحقق النموذج أداء متطورا في إنشاء التقارير الطبية مما يعزز كفاءة التشخيص عبر مجموعة واسعة من تطبيقات التصوير الطبي. أعلنت جامعة أم القرى عن توقيع عقد استثماري لإنشاء مدرسة عالمية إضافة إلى إنشاء وتشغيل فرع مدارس كورال العالمية في مدينة مكة المكرمة. الخطوة تقوم على تلبية احتياجات المجتمع المحلي عبر تقديم فرص تعليمية عالية المستوى لسكان مكة المكرمة بجانب استقطاب وتدريب الكوادر المحلية لتأهيل الكفاءات للعمل في مجال التعليم العالمي. أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عددا من الفعاليات والمبادرات والفرص التطوعية في أعمال زراعة وتنظيف غابات المنغروف تزامنا مع اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المنغروف لعام 2024 ضمن حملته لاستعادة المنغروف. وتتضمن الفعاليات برامج تطوعية وتوعوية بيئية للتعريف بأهمية غابات المنغروف والحفاظ عليها في تحسين البيئة وتنقية الهواء ومواجهة أثار التغير المناخي، فضلا عن التعريف بالجهود المبذولة لحمايتها. في قفزة قياسية سجلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى نموا سنويا بنسبة 22% وبزيادة بلغت نحو 7,890,000,000 ريال، محققة أكثر من 44 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري. المزيد في التقرير التالي. لأعلى مستوى لها على الإطلاق، مبيعات التجارة الإلكترونية تتجاوز 44 مليار ريال بنمو سنوي تقدر نسبته ب 22% وبزيادة بلغت نحو 8 مليارات ريال خلال الربع الأول من العام الحالي. مبيعات التجارة الإلكترونية سجلت نموا شهريا بواقع 9%، محققة ارتفاعا منذ مطلع العام الجاري بنسبة 12%. وتضمنت العمليات بطاقات مدى المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية. سجلات التجارة الإلكترونية ارتفعت هذا العام بنسبة تخطت 17%، متجاوزة 40,000 سجل تجاري للتجارة الإلكترونية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. وفي رقم سابق شهدت السجلات التجارية الإلكترونية في المملكة زيادة بنسبة 78% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 1.5 مليون سجل تجاري. نمو عظيم تشهده التجارة الإلكترونية في المملكة بفضل الخطط الاستراتيجية
والمسبقة لنمو هذا القطاع بهدف دعم أبناء وبنات الوطن في تسهيل عملية التجارة بما يواكب التطورات العالمية. بعد أكثر من 10 أعوام توج النحال السعودي رياض الغيثي تجربته في مجال تربية النحل وإنتاج العسل بفوزه بجائزتين في مهرجان لندن لجودة العسل، وذلك لعسل المورينجا العربي والطلح في أشجار أرض العلا. نتابع. من العلا التي وصفت قديما ببلد الحليب والعسل، وقبل أكثر من 10 أعوام بدأت قصة النحال رياض الغيثي مع عالم النحل في بيئة طبيعية مميزة. هي بدأت بلسعة نحلة، بس الحمد لله اللسعة ما كانت لي أنا، كانت قريب لي من صغير سن وكان يعاني من أكزيمة حادة. بعد اللسعة تماثل سبحان الله الشفاء، هذا أشعل عندي شغف لاكتشاف عالم النحل. البيئة الطبيعية للعلا تعد موطنا لأشجار ونباتات مميزة كشجر الطلح والباني العربي الذي يعرف بالمورينجا، إذ تزيد من محصول إنتاج النحال وتسهم في تعدد أنواع العسل بمزايا النباتات الطبيعية. خذ على سبيل المثال النباتات البرية اللي يستهدفها النحل والنحال، مثل الطلح، مثل السمر، مثل السيال، مثل المورينجا العربية والبانة واليسر اللي ينمو في جبال العلا بكثرة. بالنسبة للنباتات الحقلية أو النباتات الحقول اللي يستهدفها النحل، على رأس القائمة الحمضيات اللي تشتهر فيها العلا، لها عسل جميل قوامه لذيذ الطعم ورائع. وفي عقده الأول في عالم النحل توج النحال رياض الغيثي بجوائز عالمية في مهرجان جودة العسل في لندن. مسابقة لندن لجودة العسل هي مسابقة دولية تقام سنويا، لها أهداف، أحد أهدافها رفع مستوى جودة العسل في العالم والمحافظة على جودة العسل. هدف ثاني أنها تخدم النحال لقياس مستوى جودة المنتج، ولله الحمد كانت المشاركة جيدة بعينتين من العسل من إنتاج محافظة العلا. الأولى عسل مورينجا العربي والبانة واليسر، ولله الحمد حصل على الميدالية البلاتينيوم. العينة الثانية اللي شاركنا فيها من عسل الطلح أيضا من محافظة العلا، حصلت على تقييم الميدالية الذهبية. راضي زيد، العلا. بهذا وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه النشرة، ولم يتبقى سوى التذكير بأبرز عناوينها. تعزيزا للاشتراكات الدولية، وزير الاقتصاد يختتم مشاركته في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة 20 بالبرازيل. لمساعدة الأطباء في تشخيص الأشعة، سدايا وكاوس يطلقان نموذجا لغويا باستخدام الذكاء الاصطناعي. وبانتظار النتائج النهائية، متسابقو أولمبياد الكيمياء الدولي ينهون الاختبارات العملية والنظرية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه. We'll be right back.